إذن أسعار النفط المرتفعة وهدوء سياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي عوامل أفتقدتها العراق طويلا لربما منذ الغزو العراقي عام 2003، كما نقلت وكالة رويترز عن مراقبين في البلاد تبدو أكثر استقرارا من أي وقت مضى، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحاول تثبيت هذا المسار. عددت وكالة رويترز أهم ما تحقق حتى الآن من سياسة السوداني، قالت إنه أطلق برنامجا لإعادة تأهيل البنية التحتية وجذب المستثمرين الأجانب، لكن الوكالة نفت أيضا عن محللين قولهم إن الخطط معرضة للخطر بسبب تنبؤات غير مؤكدة تتعلق بتقدير أسعار النفط. وتشير هنا رويترز أن السوداني اجتاز اختبارا كبيرا هذا الأسبوع بإقرار البرلمان للميزانية، كما تمكن أيضا من تحقيق توازن دبلوماسي صعب في إدارة علاقات مع إيران والولايات المتحدة بحسب رويترز. وقفت وكالة رويترز أيضا هنا عند إشادة واشنطن بالسوداني بسبب تنفيذ مطالبها بوقف تهريب الدولارات إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية. ومع كل ذلك تقول آراء المحللين المختصين بالشأن العراقي إن العديد من مشكلات العراق لا تزال دون حل، وتتراوح من الاعتماد الكبير على عائدات النفط وسوق الطاقة العالمية المتقلبة إلى الفساد والطائفية. ويؤكد تقرير رويترز أن منظومة الفساد والمحسوبية السياسية ما زالت راسخة الأقدام وتحاول خنق أي محاولات للإصلاح. ويضيف التقرير بأن العراق لا يزال عرضة للصدمات الجيوسياسية، بما في ذلك مناطقه الشمالية التي يسيطر عليها الأكراد وتتنازع فيه أحزاب متنافسة، كما تكثر التحديات على أصعدة أخرى أيضا، فلم تهدأ مخاوف العام الماضي من اندلاع حرب أهلية إلا عندما انسحب رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر من المشهد السياسي. ولتعزيز الاقتصاد سعى السوداني إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك إحياء صفقة بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال الفرنسية، وأيضا مع قطر إنرجي للتطوير وإنتاج النفط والغاز. وشملت مبادراته الدبلوماسية زيارات إلى ألمانيا وفرنسا والسعودية، لكنه حصل على وجه الخصوص على دعم من الولايات المتحدة التي لديها 2500 جندي في العراق لتقديم المشورة والمساعدة في محاربة فلول داعش، إذ يحاول تحويل العراق كما ترى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط الأدنى لأرض خصبة للتعاون وليس لساحة المعارك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.